بعد النجاح اللي حقق مجلس النواب وانتصارات جيشنا مظفر وقاربت ساعة الحسم، الآن خروج بعض من ينادون بإسقاط مجلس النواب وإسقاط المستشار عقيلة صالح، وبعدين الله أعلم هم مرة حفتر ويحول من الواجهة ومرة مجلس النواب ومرة يعني كل مرة عذر. فنقول لهم نحن الآن بنغازي يعني عندهم بكرة إن شاء الله بإذن الله، والجمعة حتسمعي إسقاط المجلس الرئاسي بالكامل بسراجة بعمارية بكجمانة بكل شيء. فإن شاء الله بإذن الله مهما يديروا مهما يسمعوا مهما يخطوا مجلس النواب باقي، حكومتنا باقية، جيشنا باقي إن شاء الله بإذن الله، ومن انتصار بإذن الله. وشوفي في الفرحة كيف عامة بنغازي وأطفال بنغازي، نحن مش معدلين عليهم، لا يسقط لا حد يقدر يسقط نوابنا ولا مجلسنا ولا رئاسة مجلس النواب، بالعكس بنغازي منتصرة وليبيا منتصرة إن شاء الله، ومن الانتصار إلى انتصار. وشكرا. يعني مثلا نسقطوا مجلس رئاسي بحكومة السراج التي لا تنفع بشيء، ما درتش أي فائدة للشارع الليبي. بنسقطوا عقيلة صالح، نحن معاه عقيلة صالح قلبا وقالبا، الجيش معه وشباب وسارد معه وشارع بنغازي معه، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله تعالى نحن معهم قلبا وقالبا، النواب بعقيلة صالح والجيش الليبي برئاسة فريق أول خليفة بالقاسم حفتر، اللهم اثنين خط أحمر، لا لإسقاط النواب، لا لإسقاط النواب، لا لإسقاط النواب. والله هذه خيانة للوطن، لأن هم أصلا في البداية ما كانش الاتفاق بالشكل هذا، كان حطوا الرئيس البرلمان اللي هو عقيلة صالح، وكانوا بيمشوا شيء معين، هيك انا رايي وما شافوا الموضوع ان هو وحلو فيه ما قدروش يمشوا اللي يبوا هم يبوا يقلبوا عليه. والله هذه مؤامره، يا لي مؤامره فاشله معنى الكلمه، لان بعض اعضاء النواب هذوما لا يمثلوا الشعب الليبي، وانا نطلب من جميع البلديات اللي منتخبه اعضاء في مجلس النواب عين بسقاطه، ونطلب من النواب الشرفاء يلتفوا مع المستشار عقيلة صالح، لان الجسم الوحيد الشرعي لمنتخب الشعب. يعني المفروض غلط، المفروض يصبوا مع مجلس النواب، لان مجلس النواب هو اللي عنده الشرعيه الرسميه في الدوله، ونراه انه هو المناسب يعني والافضل يعني. فهمت. برايك بما ان مجلس النواب جهه شرعيه وتدعم في القوات المسلحه وايضا في الحكومه المؤقته اللي هن الجهات اللي مثلنا، فليش يتم يعني تتم هذه المؤامرات على رئيس المجلس؟ أكيد هذه الناس عندها مطامع خاصة ومصالح خاصة، وأكيد الشيء هذا يعني ما يهمهمش أن في يعني برنامج الوطن هذا ياهي مثلا على سبيل المثال مجلس النواب هذا طلع من الشعب، فهمت؟ وهذوما طبعا اللي دايرين المؤامرة هذه ياهي على أساس أنهم ما يهمهمش الوطن، يعني عندهم مصالح خاصة أكيد. نحن معتصمين أمام منتزه بنغازي، شباب وجميع شرائح مدينة بنغازي، من أجل المؤامرة التي يقوم بها بعض الخونة من كانوا في الصخيرات وغير الصخيرات ضد المستشار عقيلة صالح. فنحن نوصل لهم رسالة أن مستشار عقيلة صالح والبرلمان والقيادة العامة وقيادة خليفة حفتر نحن خط حمر عندنا، ولا يمكن أن أي مؤامرة حتكون على البرلمان وعلى قيادة الجيش إن شاء الله بإذن الله. فأما لأن المستشار عقيلة صالح رجل لم يستطيع الشراء لا بالمناصب لا بالمؤامرات لا بشيء، فهم يحاولوا تو بتجميع الشراذم الأولى الذين حاولوا أن يؤيدوا مجلس الرئاسي، وثم وجدوا وهم اكتشفوا ان هو مجلس ساقط شعبيا وسياسيا ولن يحكم إيبا ولن يفيدنا بشيء. فنحن ندعم مستشار عقيلة صالح لانه داعم ورجل وطني سياسي محنك مع قيادة العامة للجيش الليبي ومع معركة بنغازي ومع ليبيا، رجل اللي هو لجميع ليبيا وليس رجل جهوي كما يقوم به مجلس الرئاسي من كجمان ومعتيق وغيره. ولكن محاولة المساس برئاسة مجلس النواب هذا تحذير من شباب بنغازي وأهالي بنغازي العسية ومن ساحة نشطاء ساحة شهداء الكرامة، بأن المساس بهم راه ما يخلف إلا مشاكل أكبر. لذلك انتبهوا
راه ابو عقيله نحن وراه قلبا وقالبا، بنغازي بالكامل وليس انا، الشرعيه المتمثله في هذا الرجل نحن لن نفرط فيه، مع ملاحظتنا انه نحن نطلبوه سيد ابو عقيله صالح والنواب الشرفاء بزياره بنغازي وممارسه مهامهم، مثل بعض الوزراء الافاضل الذين جوا البنغازي واتونا هناه وتحفونا وبارك الله فيهم ورفعوا من قيمه بنغازي وحسسونا ان احنا مش نحن بس اللي نشرب الامن والامان، حتى ما يشرب الامن والامان، لان بنغازي الان جيش وشرطه والحمد لله، ذلك فضل ربي، ذلك فضل ربي. نحن هذه مؤامره خسيسه ونعتبرها هنا في مدينه بنغازي وفي جميع المدن الليبيه نعتبرها مؤامره ضد الشعب الليبي بالكامل، ليس ضد عقيله صالح بالذات، لكن هذه مؤامره لاحباط الشعب الليبي ومعنويات الشعب الليبي، لكن نحن باذن الله حنكون مساندين للسيد عقيله صالح ومش حنرضوا الا بالسيد المستشار عقيله صالح انه هو اللي يقود البرلمان وتحت شرعية البرلمان، ونحن بإذن الله حنسانده بكل قوة كل شيء، لكن هم ما زالوا وراه يبي حسن، ولكن ما يصيرش، لأن الشعب مع عقيلة صالح ومع الحق، يعني قبل حيكون عقيلة صالح الشعب مع الحق ويبي البلاد، لأن احنا خلاص لنا فترة خلاص ما عادش نقدر نتحمل أكثر منكي من الضغط نفسي على المواطن اللي تعب مسكين يوميا، وهي خلاص نبغوا نرتاحوا وما عادش نبغوا صراعات، لأن هم الصراعات هم المستفيدين منهم، نحن منضرين منهم بالنسبة للمواطن العادي، هم ياخذوا مرتباتهم ماشية وصراعاتهم ماشية، لكن المواطن منضر، المفروض خلاص يكفوا على اللعيب تاعهم هذين ويوقفوا مع عقيلة صالح، راجل المحترم راجل الفاضل اللي يقود هذه البلاد للفترة القادمة. والله نحن شو نقول لك، نحن هذه مؤامرة سمعنا بها أخيرا كشعب، سمعنا بها أخيرا من داخل قبة البرلمان، أن مؤامرة للسيد عقيلة صالح، لأن السيد عقيلة صالح يدعم في قواتنا ويدعم في جيشنا البواسل، ووضع يده بيد سيدي خليفة حفتر وبعض من النواب خونة ما يبش الأمور هذينا، يبي يشتوا النواب ويبي يشتوا السيد عقيلة صالح، ولكن نحن كشعب نبي نقول لهم لا هذا شيء تهيال كان به، ونحن دائما النواب يقعدوا مجتمعين وعلى راسهم السيد عقيلة صالح، والله بإذن الله لا يمكن تغير السيد عقيلة صالح، ولو أن تغير السيد عقيلة صالح سيطلع الشارع بالكامل شرق وغرب. المسمع الغربي يحرك في عريض، وبعض النواب الذين هم كانوا منقطعين على الاتفاق وعلى مجلس النواب من البداية هم مجموعة الأخوان والمقاتلة، هم الذي توا يستاذون في الماء العكر وهم توا يتفاوضون ويتحاكون على قصة عقيلة صالح. سيادة المستشار عقيلة صالح هو صمام الأمان الدولة ككل، لو لعبت عليه هذه اللعبة الخسيسة الدنيئة من بعض النواب المأجورين كلاب التبع المال، هذه ستكون طامة كبرى لليبيا، خاصة علينا كلنا. عرفت، نحن خرجنا من يوم الأول مع سيادة المستشار عقيلة صالح لضمضمة جروح الوطن ولم الشرفاء والنشطاء الأقال الوطن من شرقها لغربها جنوبها لشمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤامرة هذه طبعا خيانة لدماء الشهداء، ونحن عندنا الاستاذ عقيلة صالح قايم دور وداعم للجيش، وفو ما ضد الجيش حقيقة، وما وفوش بدماء الشهداء لا وفو بدماء الشعب الليبي، الشعب الليبي اعطاهم امانة، وهم من الامانة هذه ما صنعوش، الشعب الليبي نادي بالقوات المسلحة، وهم ضد الكلام وهذه خيانة، والشارع طالع عليهم بصفة عامة سواء برقة سواء المنطقة الغربية. نحن فوما انتخبناهم وللاسف الشديد خاب ظننا فيهم، وفوما ناس واضحه فيهم ناجين بفلوس بعد واحد ما نحن الاستاذ عقيلة صالح حقيقه راجل وطني وعندنا فيه ثقه، والشعب الليبي كله ما بصفه عامه. المؤامره باش يمروا حكومه السراج، باش حول عقيلة صالح حلو فيه، راجل حلو فيه وطن، عارف شنو الحكومه هذه، باش ما عادش عندهم اخر ورقه تهويت عقيلة صالح، ويجيبوا محمد شعيب باش يقود المرحلة، باش يجيب السراج من غير اي منازع ولا هجر. لكن نقول السراج والله ليبيا فيها رجال، والله لن تفلح، لا انت ولا نواب الخونه، ونحن قاعدين في ليبيا، وكيف ما يبي الشعب الليبي، مش تبي انت يا محمد شعيب.